والصلاة والسلام على رسول الله. لازم يعرف المواطن الأردني أنه هذا حي الطفايلي في 30,000 مواطن. 30,000 مواطن منهم 99% ما بقرب الحكي اللي بيسووه هذول الشباب. احنا بنقول انه طريقة الاعتقال اللي تمت للشباب طريقة غلط. بس الغلط ما بتعالج بغلط. ابناء حي الطفايلي كلهم الحمد لله شرفاء منتمين لهذا الوطن، منتمين لقيادة هذا الوطن. ابناء حي الطفايلي يعني اتوا على عمان منذ الثلاثينات، وهم اللي بنوا عمان واسسوا عمان. لكن في هناك ايدي خفية بتحاول تسيء لهذا الوطن ومقدرات هذا الوطن، بيحاولوا يوصلوا لبعض الشباب حتى يسيئوا للوطن ومقدرات الوطن. أنا كنائب في البرلمان الأردني وممثل عن الدائرة الثانية بستنكر كل أعمال الشغب اللي تمت من قبل هؤلاء الشباب. وأنا رئيس جمعية أهالي حي الطفايلة برضو بقول أنه يعني نستنكر ونسجب كل أعمال العنف، والعنف لا يولد إلا العنف. في المقابل نقول لإخواننا قوات الدرك والأمن العام، بنترجاكم رجاء خاص ما تردوا على هذول الشباب بالقنابل المسيئة للدموع، لأنه هذا الكلام بيسيء لأبناء حي الطفايلي الشرفاء. أنت شايف، ويا ريت إنك تصور لما تقولوا أنتوا الحقيقة، أنتوا الإعلام للأسف اللي شوه صورة حي الطفايلي. وأنا والله لو صاحب قرار لأحاسبكم وأحاكمكم. أنتوا تقولوا المؤات من حي الطفايلي، إذا بتقدموا هذول بيصلوا 40-50 شاب، وهذول الشباب ما بتجاوز أعمارهم 20 سنة. أتحدى إذا في واحد فيهم يتجاوز 20 سنة. لكن للأسف تطلعوا لي أنتوا المواقع الأخبارية، مئات من أبناء حي الطفايلي. هاي حي الطفايلي، حي الطفايلي ممتد من أول التاج، من أول المدرج الروماني اللي من الدرج الروماني ولنهاية مسجد البقاعي. أنا بتمنى إنكم الإعلام يكون في عندكم حس وطني من أجل هذا الوطن، مش ننقل الصورة السلبية مشان إحنا نشوه صورة بلدنا. يا أخوان ساعة أمن تسوى كل مليارات العالم. والله ساعة أمن تسوى كل مليارات العالم. والله اللي بعزه بذل، والله اللي بعزه بذل، والله اللي بعزه بذل، انه ساعة امن في البلد تسوى كل مليارات العالم اللي خلقها ربنا. انتوا شايفين يا شباب، انتوا الاعلام تحديدا شايفين اللي بصير بسوريا، شايفين اللي بصير بمصر، شايفين اللي بصير بالعراق، شايفين اللي بصير بفلسطين. احنا ملتهين عن فلسطين الحبيبة والقدس اللي كل يوم تدنس. هذول الشباب لازم يصير انتوا شايفين شباب، لا تاخذوني بهالكلمه، يعني هاي الكلام اللي بيصدر، الكلام اللي بيصدر او الاساءه اللي بتصدر من الشباب هذول ما في رد من قبل جماعه الامن العام عليهم. احنا بنقول يا اخوان انتوا الاعلام الحقيقي، الاعلام لازم تنقلوا صوره واقعيه عن هذا الحي. هذا الحي محترم، هذا الحي قلت لكم فيه اكثر من 30,000 بني ادم. تعالوا انتوا بكره الحي وصلوا مع الحي واستقطوا اراء الناس. هي عندكم مجموعه، هي هذول الشباب الموجودين من حي الطفايلي، هذول الشباب موجودين من حي الطفايلي، هذول مع الوطن ومع قائد الوطن، ولن يكونوا الا في خندق الوطن وفي مع قائد الوطن. ولن نكون الا كذلك. هذا الحي في يوم من الايام جزء من هذا المجتمع الوطني، من المجتمع الأردني اللي حافظ على تراب هذا الوطن. هذا الحي الحمد لله في نسيج اجتماعي متكامل. احنا بنعتز الحمد لله بقيادتنا، بنعتز ببلدنا، بنعتز بمقدرات بلدنا. يعيش جلالة الملك المعظم، يعيش جلالة الملك المعظم، يعيش جلالة الملك المعظم، يعيش يعيش يعيش. احنا مع الحراك السلمي، الحراك اللي صار له 3 سنوات بحي الطفايلي وبالأردن. انا بدعو كل الحراك في العالم الأردني، آسف، بدعو كل الحراك في الأردن، الحراك اللي مش منظم ولا ممنهج ولا له مدة زمنية، شو استفدنا من الحراك؟ هذا حراك حي الطفايلي صار له أكثر من 3 سنين. هم الشباب، ما بنسبهم، قرايبنا وناسنا. ولا تخي في ناس منهم منظم، في ناس له حراك مطلبي، الحراك المطلبي احنا ننقره. لكن الحراك اللي ما عم بيزيد، شو هالحراك؟ حراك لا تأخذني بهالكلمة، اطلع ما بتجاوز أصابع اليد، إن زاد بزيد أكثر من ذلك. ما في داعي، ما في داعي، ما في داعي. يا اخوان انا بترجى رجاء خاص تنقل الحقيقه، الصوره تكون حقيقيه و
بيعنيني زي ما بيعنيكم، وانا ما بزود عليكم الوطنيه، انتوا اولاد بلد منتمين لهذا البلد، بنقدركم ونحترمكم، بس انقلوا الصوره الحقيقيه عن هذا عن اللي بصير قاعد. مش اعدادنا حي الطفايله، حي الطفايله تاخذ بهالكلمه، انت بتشوف واحد رجل من حي الطفايله مدرك واعي بتصرف هذا التصرف او بليق بهذا التصرف؟ اسالك بالله، انت شايف هذا الشيء؟ هذا التصرف ما بيقبلوه ولا واحد منتمي للبلد، وانا اول واحد ضد هذا الكلام، ما بقر في هذا الكلام ولا اقره تحت اي ظرف من الظروف، ومهما كلفني هذا الكلام لن اقبل فيه. بتمنى منكم وسائل الاعلام نكون على قدر من الوعي والمسؤوليه تجاه بلدنا، تجاه مقدرات بلدنا. ان شاء الله انه بكره او بعد بكره بكثير راح نعقد اجتماع لوجهاء حي الطفايله، ندعي لاجتماع حاشد، راح نستنكر هذا الاعلام في مؤتمر صحفي راح نسويه. هذا الكلام ما بيقره. احنا بنطلب من الدوله ومن راس الدوله من سيدي صاحب الجلاله الافراج عن نشطاء الحراك، لانه احنا بنقول لازم انه هذا يكون حراك سلمي وحراك الحمد لله احنا نعتز باجهزتنا الامنيه. انتم شايفين يا اخوان 3 سنين الحراك، اسالكم بالله شفتوا لقطه دم اريقت من قبل رجال الامن العام؟ سالتكم بالله. فهذا الكلام الحمد لله احنا ما صار عندنا زي ما صار بمصر، ما صار زي ما صار عندنا بسوريا، ما صار عندنا زي ما صار بالعراق، ما صار عندنا زي ما صار بليبيا. الحمد لله احنا نحظى بهذه القياده، هالقياده الهاشميه، هذه القياده التي لها يعني شرعية دينية ولها شرعية تاريخية ولها شرعية إنجاز، نعتز بهاي القيادة. إخواني أنتم الصحفيين عليكم دور، بتمنى منكم تنقلوا الصورة الحقيقية، لأن هذا الحي، هذا الحي أصبح يعني تنقل الصورة عنه غلط، فبتمنى منكم يعني تنقلوا الصورة الصحيحة. والله يبارك فيكم، شكرا لكم. دائما وابدا بتمنى منكم تنقلوا الإيجابي قبل السلبي، نطلع على نص الكاس المليان يا إخوان. والله الحمد لله احنا بهالبلد ما بننكر انه في جوع وفي فساد وفي بطاله، وما بننكر عبد الله منصور كل يوم الثاني بيرفع الاسعار وهذا ارهق المواطن الاردني، لكن في قنوات بنقدر نحكي فيها. احنا دوله ذات سطوح العالم والله حرام، دوله يعني دوله مؤسسات تحترم القانون، نقدر نحن نحترم القانون، والحمد لله يعني في هاي البلد ما انظلم واحد الحمد لله. بارك الله فيكم، شكرا لكم، الله يعطيكم العافيه.